إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. الله، بسم الله ما شاء الله. شقة مثال في العشوي أو الدور، ما شاء الله تصلح لجميع الأغراض. الله أكبر، تشطيب ليس له حل. اللهم صل على النبي. تصلح لجميع الأغراض، سكن مكتبي عبارة عن 3 غرف وريسبشن كبير، وادي بيو العيشة مباشرة. دي العيشة، العيشة يا جماعة مباشرة، دي العيشة اهو. دي العيشة، اللهم صل على النبي. الله أكبر عليك. يوجد بقى جميع عدد الخدمات، ادي العداد الكهرباء والغاز قدام اهو. ما شاء الله، ده الباب مسطح، مسطح اهو ما شاء الله عليه. وباب تاني اهو، وباب تاني اهو. اللي ده احنا لسه في الريسبشن يا جماعه. وادي عداد الغاز ما شاء الله، ما شاء الله. ادي اول حمام استقبال، حمام الاستقبال اهو، حمام الاستقبال. مستويات، يا نظام مستويات اهو، بس مستويات. وضع المطبخ، مطبخ مقفل يا جماعة، كلها مقفلة. ادي المستوى الاولاني، مستوى دخل بسرعة. ادي اول اوضة ما شاء الله عليها، مصر كبير. ده الجامع، ده الجامع من ورا يا جماعة، جامع من ورا جايب هوا طبعا. اهو فاضي الحمام العمومي اللي يتوسط الغرف كلها ان شاء الله، نظيف جدا. وادي الغرفتين، الغرفة التانية ما شاء الله كبيرة جدا جدا. ده البلكونة دي، أهو عالجامع، بتبص على الجامع برضه. والشغل لسه، الشغل الجبس زي ما هو بيتعمل، لو قلت قاعدة الحمام جوه اللي هتركب لسه. وادي الشغل الاول احنا اهو، وادي الشغل بورسلين يا جماعة، الشقة بورسلين مش سيراميك، بورسلين، بورسلين كلها، كلها بورسلين. بورسلين كلها يا جماعة، بورسلين كلها. اللهم صل على النبي، الله أكبر. يا بخت اللي تبقى من نصيبه دي، ان شاء الله من نصيب الخير كله.
احنا هننزل اصور برضو ايه المدخل برضو احنا نازلين يا جماعه تحت. دخله حلوه اول دور. الله بسم الله ما شاء الله شقه مثال في العشوي اول دور ما شاء الله تصلح لجميع الاغراض. الله اكبر ترتيب ليس له حل. اللهم صل على النبي. تصلح لجميع الاغراض. سكن مكتبي عباره عن 3 غرف وريسبشن كبير وادي فيو العيشه مباشره. دي العيشه العيشه يا جماعه مباشره. دي العيشه اهو. دي العيشه. اللهم صل على النبي. الله اكبر. يوجد بقى جميع عدد الخدمات. ادي العداد الكهرباء والغاز قدام اهو. ما شاء الله ده الباب مسطح مسطح اهو ما شاء الله عليه. وباب تاني اهو. وباب تاني اهو. اللي ده احنا لسه في الريسبشن يا جماعه. وادي عداد الغاز ما شاء الله ما شاء الله. ادي اول حمام استقبال. حمام الاستقبال اهو. حمام الاستقبال مستويات يعني نظام مستويات اهو. بس مستويات وضع المطبخ. مطبخ مقفل يا جماعه كلها مقفل. ادي المستويات الاولاني مستوى دخل بسرعة. ادي اول اوضة ما شاء الله عليها. مصر كبير ده عجامة. ده عجامة من ورا يا جماعة. جمع من ورا جايب هوا طوال. اهو فاضي الحمام العمومي اللي يتوسط الغرف كلها ان شاء الله نظيف جدا. فاضي الغرفتين. الغرفة التانية ما شاء الله كبيرة جدا جدا. ده البلكونه دي اهو عالجامع. بتبص عالجامع برضه. والشغل لسه شغل الجبس زي ما هو بيتعمل. لو قلت قاعدة الحمام جوه اللي هتركب لسه. وادي الشغل الاول خلنا اهو. وادي الشغل بورسلين يا جماعه. الشقه بورسلين مش سيراميك. بورسلين بورسلين كلها كلها بورسلين. بورسلين كلها يا جماعة. بورسلين كلها. اللهم صل على النبي. الله أكبر.
يا بخت اللي تبقى من نصيبه دي ان شاء الله من نصيب الخير كله. احنا هننزل صور برضو ايه المدخل برضو احنا نازلين يا جماعه تحت داخله حلوه اول دور.